ابو سالم تاني من امتى؟ ما انا بقول الشركه منوره وحصل لها الف بركه. البركه راحت يا سالم من وقت الطمع ما دخل قلبك وعماه، ومن ساعه ما انا كمان مشيت وراك وما وقفتكش. ليه بتقولي كده يا امه؟ ده انت مربياني بايدك. كنت فاكره اني مربيه اولادي كلهم رجاله وما ربيتش بينهم شطان. انا شطان يما؟ انا يما؟ ده انا اللي طول عمري ملازمك يما. لما موسى ويوسف كل واحد راح في حته انا اللي فضلت جنبك، وكنت بشوف طلباتك عايزه ايه من غير ما تقولي وانفذها لك، وكلمتك طول عمرها على رقبتي. تقوم تقول عليا شطان يما؟ انا عارفه ان جوه قلبك حته بيضه الحاجه هي ولدي قبل بس وادي اغطيها. يما انا عملت كل ده علشانك وعشان عرفنا وفلوس. كفاياك مغالطه يا سالم، انت عملت كل ده عشان نفسك. يما انا كان بس كفايه. انت مش قلت انك بتمشي كلمتي على رجالتك؟ اسمع كلمتي، انا مش عايزه اشوفك هنا في الشركه ولا في البيت، ولا عايزه اشوفك واصل قبل ما تغسل قلبك من الطمع وتطهره من الشر اللي عاش جواه. ساعتها بس يا سالم هتلاقي قلب امك مفتوح لك وحضنها يساعك من تاني. كل اللي اتزرع ورد بيتحسد شوك. طمعت ولا كنت بتدور على حقك؟ عديت الكل يا سالم وما عدلكش حبيب، يا ترى كنت غلط ولا انت عارف وبتضحك على نفسك يا سالم؟ ربنا يشفيه يا رب. لسه ما عرفوش هو مين ولا قدروا يوصلوا لاهله؟ لسه، من يوم ما جه هنا وهم ولقوا معاه تليفون ولا محفظه ولا اي حاجه، شكله جاي يتنطشوا منه في الحادثه. والله العظيم ده صعبان عليا قوي، من يوم ما جه ولا حد من اهله بزاره ولا شكل حد يعرف اصلا ان هو موجود هنا. ربنا يصبرهم، حتى لو وصلوا له يعني الصدمه تبقى شديده عليهم قوي. الدكتور قال انه هيقضي بقيه عمره على كرسي. ايه ده؟ شكله بيفوق، روحي بسرعه اندهي الدكتور. الحمد لله على سلامتك. معاك رقم اي حد نوصل بيه من اهلك؟ سالم يا سعاد سالم. بس وصل وصل. بابا مش فاكر اي حاجه أو ولا عارف حد. احنا اهلك يا سالم، لو محتاج تقول حاجه قول. ما تخافش يا ولدي، امك جارك ومش هتحملك واصل. البلوى اللي ربنا اختصك بيها دي نعمة من عنده. أنا حربيك من أول وجديد، حفكرك بالحاجات الزينة وهعلمك من تاني، بس هعلمك صح المرات دي.